مع مستشفى الإنجليزي في الناصرة بأسبوع مميز تحت عنوان أسبوع الصحة الجسدية والروحية، الذي تضمن فعاليات عديدة ومتنوعة، منها أيام دراسية حول يسوع المسيح الشافي ودور الكنيسة في الشفاء الجسدي والروحي. محل ما الدولة ما عملت مشافي، الكنيسة قامت بالواجب لكل الناس بدون استثناء، بغض النظر على الانتماء الديني أو الطائفي. مع الإدارة الجديدة اللي عم تحاول أنها تعيد الرسالة المسيحية في وسط الناصرة، وبالذات للطاقم الطبي الموجود في المشفى، عم بحاولوا يعملوا اللقاءات الروحية والرياضات الروحية والدراسات الروحية. Yes, this week we've had a program called the Program of Health and Healing, and the purpose is to promote health, healing and wholeness in Nazareth through the hospital, the work that's done medically, but also we're looking at spiritual. We're having a study day today. You may have seen some of this study day. It's about the healing we have through Jesus, and it's also looking at how we can deal with emotional, and not just the physical, but emotional and spiritual healing as well. This hospital, thank God, is not just on physical healing, it's on the whole body, mind and spirit. We come, because our professional part is the spiritual side, we come to be able to help people with forgiveness issues, reconciliation issues. كما وتخلل الأسبوع إرشاد الناس وتوعيتهم للصحة الجسدية من خلال اشتراك طلاب التمريض. في أنا فعالية بالمستشفى الأسبوع الصحة، وهاي الاشي بنعمله قسم من الفعالية اللي بيعملوها الطلاب. هون الطلاب موجودين بساحة شهاب الدين بالناصري، بياخذوا ضغط الدم، السكري، بياخذوا فحص الوزن والطول. طبعا بنحاول نرشد هذول الناس اللي موجودين. احنا هون لانه شايفين باخر فتره مرض السكري منتشر، مرض ضغط الدم العالي، السمنه الزايده، عشان هيك حبينا نشارك الناس ونقدم لهم طبعا الارشاد عشان يحافظوا على صحتهم، طبعا لانه الصحه اغلى ما نملك. الصحه هي اغلى نعمه، وفي أسبوع الصحة الذي نظمه المستشفى الإنجليزي سعى إلى نشر أهمية المحافظة على الصحة الجسدية والروحية.